السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لإنشاء نقطة في برنامج الداينامو نذهب إلى الجيومتري، ومن الجيومتري نضغط على بوينت، تظهر لدينا هذه الأنواع من البوينت التي نستطيع أن ننشئها. نختار باي كوردينيت اكس واي زي، نضغط عليها، نرى أن المدخلات يجب أن تكون الإحداثيات x y z والمخرجات هي البوينت. من أين نحصل على هذه ال x y z؟ هذه الأرقام نستطيع أن ندخلها بالذهاب إلى كور، نذهب إلى أنبوت، ومن أنبوت نستطيع أن ندخل هذه القيم من الانتجر سلايدر والنمبر أو نمبر سلايدر. ما الفرق بينهما أو بين هذه الثلاث؟ الانتجر من اسمه انتجر، فإن الستيب تكون رقم صحيح، بينما نمبر سلايدر الستيب تكون بها كسور. طبعا نستطيع أن نحول الانتجر سلايدر إلى نمبر سلايدر أو بالعكس، بمجرد أن نغير هذه القيمة والتي هي ستيب. أما بالنسبة للنمبر، فالنمبر ممكن فقط أن ندخل رقم واحد. بالنسبة للسلايدر نستطيع أن نزيد وننقص من الأرقام بالضغط على هذا السلايدر، بينما النمبر نستطيع أن نحدد رقم صحيح واحد مثلا واحد. إذا نظرنا هنا في المركز نرى أن هناك نقطة تكونت بمجرد أن اخترنا البوينت باي كوردينيت، باعتبار أن الـ x y z هي 0 0 0. لكن إذا كما تشاهدون فإن النقطة تتحرك بتغير القيمة، هل هناك طريقة أخرى لإدخال النقاط؟ نعم، إذا ذهبنا إلى الكور ومنه إلى الانبوت ثم ذهبنا إلى كود بلوك ضغطنا عليه يظهر لدينا هذا الكود بلوك. الكود بلوك هذا بلوك نستطيع أن ندخل به أي كود نحتاجه، صفر ثم ضغطنا خارج الكود سيتكون صفر، ثم فإذا أدخلناها هنا ستكون قيمة ال y صفر، ال z طبعا هي صفر. طيب هل نستطيع أن نكون مجموعة من النقاط بواسطة الكود بلوك؟ نعم، نستطيع أن نكون مجموعة من النقاط بواسطة الرينج. كيف نكتب الرينج؟ نكتب الرينج، نكتب قيمة أولى، هذه بداية الرينج، ثم 2 دوت، ثم نهاية الرينج وليكن 10، ثم نقطتين، ثم الستيب. نضغط بالخارج تشاهدون تكونت هذه النقاط. طيب نلغي الزت، تكونت عندنا 10 نقاط باتجاه الواي والستيب بينها واحد. إذا اخترنا الاكس أيضا هنا تكونت أيضا باتجاه الاكس، لكن المحصلة نستطيع بالضغط رايت كليك ثم لايسنج ونختار الكروس برودكت، تكونت لدينا هذه الليست. وبهذا تعلمنا كيفية تكوين النقاط في برنامج الداينامو.